يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها المثنى ذي الحياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا، أدنى درس سليم بفضل الله وبرحمته ما فيهم الصحابي جليل مقرن صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه. أيها المثنى الصحابي يجيم لصليس للجزيرة الفراتية بالعراق ثمر ثقينس ثقرف غرنين وعن ذاذاس إذن سامع إذن الوالية من الأبلاء ذي الوقت نيغن كيسرع إذن سيقرى ذي الوالية يخدم غير غرس والقصرينس قفايا غير الريف نهر الفرات واسفني يمقر الفرات ذي الجزيرة غير الجزيرة ذي الموصل كيد مثلا يعاش صهيب بن سنان ذا قشيش ذا مشطوح ذي ثمرثاكين يتنعم ينتنعم ذا قرحان دي ما كانتيني مولانيس ورسع قداش ومثي خصم ولكن يقاس القسام ربيا افرد ثمورثنا الروم تهجمت في الناس ما كان خدمان دي الجاهلية ثمورثي الجاهد لاشش ثمورث اقضافا تهجمت ثمورثنا الروم في الناس اتصي بوين دي عيفاد اتصي افسل واقشي شاكين يدام يقروي دفني بوين اكنين اقوين تغرث ثمورثنا الروم ايات مثل كالاكن دقشيش دمش طوح يكمل دينا ثو ذاتينس يعاش يكرد إنه مثل يحفظ الله جمسن ثمس ليتنسن ويعاش دي العبد نغض الاسكلاب يقعاش دي ثمورثنا الروم يزنوز ويثيون يتسوي ثويض يسرحو ذو كفوس غويض أرميد يبواس قصنا ربي الزنزنت ويغريد ذو كفوس قيون ذا قريش اللي مكة المكرمة قنص عبد الله بن جدعان يبغي ثد غرورس إذن سيدي يستخدم من دي العبد ولكن إذ مثلا عبد الله بن جدعان اليوم ورقاز ويتصفر سلام الضعف من الضعفاء ولكن يزرع دي صهيب بن سنان يولى بلين ذيون يسعى للفكر ذيون يكحشم ذيون يكلنفطن ذيون يكحفظ وذي العبد يسعى اليمن أركز أديم أيف مثلا عبد الله بن جدعان يعثق صهيب بن سنان إيف كيس الحرية ينس يرث من تسم الدن وثي جرد الاسكلاف ينس يرث أمن دوليس خدمنا كني تعاون ذي التجارة ويفغ ذي التجارة تفغى نثم قرحات يقفز بقس مليح ويجمع ذريما أيث مثلا سوينا الصهيب بن سنان الرومي ماشي تمورثنا الروم الأصليس دي الجزيرة الفراتية بالعراق ذاب بني دي تصور بان دي ثمورثنا الروم سمعنا دي جمن تمورثنا الروم أغا ثمورثيس أقوين يغاشي كرا حفسين كرا أقوين تو يدعى إنسان كروي ذاك نيان أقوين أكنيا ويتصور بعد ذي نان أرميد اسمين يثيد زنزن يقول عبد الله بن جدعان غير مكة المكرمة ولكن الرسول ليس ماشي تمورثنا الروم ولكن ذا عراب التعليم كملت ذا ثينس أي مثلا صهيب ابن سنان الرومي ذي مكة المكرمة يقوس قسان ربي اسمين يدي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم انزلت في لس الوحي إسرائيس إذ دق فيما الوخامن الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه باشا بروح على الوصل أبي سر يوم إسرائيس من الإنسان إذ عمار بن ياسر رضي الله عنه إذ عمار بن ياسر رضي الله عنه إذ يحكون كام إنه من الرد صهيب غير ثبورتنا الأرقم ابن أبي الأرقم إن دني غس أو ذات صدور يا صهيب إن دي نايد إيش تيني غروالي ذات صدور إن دي نغس إفغي غذك شما غير محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الدركة
أسو حصرية هدوريس إن يسو هذا الكيني غربي غرب روحه إن هذا الكشم غرب الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا إعضاء غرب الإسلام إعضاء فلان غرب الإسلام إن هذا الجول الوقت الشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أمد الكيني أمد صحيح عمار بن ياسر أقل صحيح بن سينان الرومي الجول الوقف قبايا إيه شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله خشمن دار الزمراء أجن سيما كما يتمثل إن الدنا إن قيمة أغرورس أرمي تمديث إن الدن فغد إن الدن الحوش سفراء أكنوغ الزرنرة من المشيك ونن قريش الإسلام إغرد خشمن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أكل صحيح بن سينا ذي الوقت نين يلا أزال 30 ذكرى جنسي من كان يديك شمنا بنان سين إسحبين لكن إفلاصنا رضي ربي ويجينا من المستضعفين إرجوع تسافن دي مكر مكرمة باسم يديك شمنا الله إسلام أتاسي قاعد في الأسل الأعذاب أفوض من سيد ربي أن يرجوع تسافن أما صحيح بن سينا أما عمار بن ياسر حشنا ذي الله مصرين أراد شو من الله درنت اسم ياسر رسول صلى الله عليه وسلم صهيب بن سنان ابو يحيى ولي سعاده الدريه ولي زوجها ولكن اخلص الكليه اسمه ابو يحيى انك فرحه سي اسمه كان يسمك ان في مشي صلى الله عليه وسلم اكني نكمل اي مثلا ارمي اسمين اجهجر في محمد صلى الله عليه وسلم على المدينه المنوره وللناد باللي يحميه لحملة القرحات حملة رسول صلى الله عليه وسلم حملة القرحات وأني وقعي من سل هجرة ينس بلي نادي هجر حشا أبو بكر وقعي من ولكن يعلم صهيب بن سنان الرومي وإن وقت صهيب أبي الدوم ذا رسول صلى الله عليه وسلم وقل أبو بكر صفدي ثلاثة يسني على الدوكين ولكن من عند قريش وسهجر أميد قال يروح في مشفيح صلى الله عليه وسلم وقل أبو بكر دون دكويس هجر ديم زهرة ونسخل فند غاد فير من عند المشيكين ويتهاجر راه أيات مثلا صهيب بن سنان يموق كان الوقت المناسب يجزن ديرو للمشركين يطفى بريد يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم غير مدينة المنورة أم دوكي نينس عزيزا كان يكتم قال من هلو وقت ديغيين هذا يزال بلي غفين المشي يكون القريش هذا يتفر إذا ذي روح يختار الوقت نين يدون دركام يختار الوقت نين الغفلة الإنسان يتفر إذا روح ولكن يعذرون ربهم المشي يكون القريش نوذن فلاس وثو في لنا ثبعنا ذري شوكن بلي ذهجر بهجر وثبعنا ألم يقضان غار غرس أسمي قضان غار صهيب صهيب بن سنة يوي أثني يولي إثبعي ثبعنتي يمقيف نيدو يهضر زن إنيس يا معشر قريش إنيس تزرمي بلين ولاش وكس لحقنا الغرض من كينهم يقالون إنيس الله الذي لا إله غيره إنيس لك الذي تتبعن إنيس ليكي ساقك السيها مرة غروري مرة ما كل أزن سلحة في الأول وإنهم كل يوم السهم إما سلحة يمدقون ذا ثويهم أذي دو أثبت معنى هذا في نص الثمانية إنس ذا شيء تربحان إنس إما هذا تغير أو نفكر الشيء إنه ما ينسع هذا ونتفكر نطقا دا الموش يكون القريش لأن اسمه ذاك نفكي ذا أي نتسع نقبل أكن جدا صروحه إنس أو نفكر الشيء إنه مرة تجميع هذا روحه هذا هجره غير مدينة المنورة غير في محمد صلى الله عليه وسلم وإن الناس في كاب حاشا الشنيني على خطر الشنيني توصل هذا الصعلوك غرذاقين وصعد داش القذي يديك الساقين هكو غرد تسعيد ذري من تسعيد الشيخ من بعدك الجلسة هاجر كانك إيليسي هم روح ذا صرحة مغار ومكان فيان أتسفني ذري مني وذينا ثو خارمية كمية غبري ذيو انت قد يون من المشركين القريش إيليس بلك ذا تسكت غفلنا انت قد أبو لهاب المشرك عليه لعنة الله ذا شو سينا؟ إنس أصحاب محمد وسيدي فنرام
يعني شرح تفهمين اللي مش يقول كان يجي من دينك إن سار فطر ودي كتب عن محمد المحاج في ديفن أروح أيه مثلا أرمي ذن كان يوم وفان إدري من الصحيب فعلا دزن دينا مثلا أسف مدري منه ودينا من يفان إدري منيش وانسا إكمية فريديس غرمي أرمي ذن في محمد صلى الله عليه وسلم ويفاث ذي قباء أيه مثلا مازال من كان هو من النبي صلى الله عليه وسلم هو من صحابي كرد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي سيون الفرح ذا القران إنيس ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى إنيس تربح تجاري لك يا ابا يحيى تربح تجاري لك يا ابا يحيى فكر شي تنقدر ديما نيك دي جهنم فكر شي تنقدر ديما نيك ثغر ديما نيك ثغر سيدري منيك سيدري منيك ينقدر ديما نيك الله اكبر إنيس صهيب المسيلاني إنيس يا رسول الله إنيس والله ما يود يروح يروح نقف يو ذي مكان روك أما ذي الصدر يخبى إنيس جبريل عليه السلام إذا نتيك دينا إذا نتيك دي الصدر يخبى نزيد سيد ربيع قبل إيس عزيزا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد إن قد إيمانيس السيد ريمنيس أية مثل أكان صهيب ابن سنان إيمياي إذن دكري سعزيز محمد صلى الله عليه وسلم هذه المدينة المنورة المنورة ويجاء المشركين من قريش ورسوق على المعنى كذر ريمنيس ورسوق على المعنى ذي الشين دونيث الوهم أدي عشرين سيمن حر غيرين سيمن وخاصة غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكان مثلا صهيب بن سنان الرومي يحضر كل غزوات من في محمد صلى الله عليه وسلم كرب ودا ندير في ضداريس يسال صداريس انسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم مرضي الغزوات كبير انسان اللي يحكوا لك كما دي قال كرب ودا يروح النبي صلى الله عليه وسلم تبع دير يدس كرم سريه غير يشجع دير يدس إنك ذي المحال خزر كان يقول لك إدي لك صهيب بن سنان رضي الله عنه إنك ذي المحال أريغ النبي صلى الله عليه وسلم يارد وعدويه معناه النبي صلى الله عليه وسلم الزادس الجهة وعدو إقدمت الزادس إنيس دي محال دائما ذي الكيكس قبين هذا وقال صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه يحضر المشاهد مرام التصيد يربغ للأحاديث إذ مثلا قرن بعض العلماء بثلاثين دسوني يربغ للأحاديث الصحيب ابن سنان رضي الله عنه وأرضاه إحمي إذ مشبحنا نبينا صلى الله عليه وسلم خصف كيف مثلا أدي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيبا حب الوالدة لولدها وين يقول من الصربين اليوم الآخر أذي حمل صهيب أما كنت حمل فيه مثلا ينس يقول صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا صهيبا وروثا تبغضوا صهيب الله 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 يقول الرسول صلى الله عليه وسلم السباق أربعة السباق أربعة يقول لي جوال يقول لي لندي مزوال أربعة إلان يمكن الزوال غا عرفنا غا الإسلام صهيب يزوال ثبوتنا الروم غا الإسلام سلمان إجوال ثمرة من الفرس غير الإسلام بلال إجوال الحبش إجوال ثمرة الحبشة غير الإسلام سركانية مثلا إذ وقنا إذ صهيب بن سنان من المستضعفين إذ شعت سبنا فوذ مربي ذي مكة المكرمة خزرت إذ مثلا إعزي فربين صلى الإسلام شو شو غير عزيزي عبد موين عزل السيد ربي وين عزل النبي صلى الله عليه وسلم وين عزل الإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون خربني لن ذا ضعيف خربني لن ذا المستضعف يعدف بس الفطر مرة أسمين يرفدي الإسلام يعزي الإسلام ويرث السيد ربي سبحانه وتعالى السادة أنت شو دار يسمع ونسنا لما يفنى العمل من دونيث والسداد يخاف أرون دكل نينسن عزيزا
محمد صلى الله عليه وسلم غادي يحشر ربي يتسميه مثلا أولا حرم سيدي ربي الخالق ذي المرافقة من في محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة ينس أثني دي اسمه ولسن ألا ما يفنى العمل من دوني أثني دي نتسدى أكاني قلت مثلا العادي تعوز سال إسلام قد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام ولو ابتغينا العزة من غيره لأذلنا الله يندب نكونين نقوم نتشذول إن دي عزة سيد ربي سيد الإسلام إن دي لو كان نتنادي من العزة مخيف للإسلام سيد الذين دلغا بشغى الإسلام إلى دغي ذول سيد ربي ثقينين ذي القاعدة أخداق دقيقا سبحانه وتعالى وين يزين غير ورس حاجة عزة عز وين يكتب عنا فريد الدين إن في تسييميس يومنيس سونيس ويخدميس جواحيس سيد ربي ماذا في عز أذي جعل من الأعزاء أما ذي الدنيا فذي يخف صهيب بن سنان من المستضعفين يغل اسم سيدي سوى الكرر ما يفنى العمل من الدنيا بركان وين إلا ندى حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وين يحمل وشبع النبي صلى الله عليه وسلم أرجع ربي وذاك يقحب يقول لك في حب كم يقول مثلا صهيب بن سنان يعاش أزاي من 70 سنة لأن في أزاي من 70 سنة لأن ودي قرن مسألة 70 سنة أو أكثر يقعاش ويموت ذي المدينة المنورة وانظرنت ذي البقية إذ مقبرة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا إذ فلس رضي ربي أذ يضر بنا صهيب بن سنان الرومي الجميع وجميع الصحابة الكرام وهذا السلام ربي وهذا السلام غفل النبي محمد صلى الله عليه وسلم اثني ربان الصهيب بن سنان وطوال الدنيث المهم أذي عش دين سيم حر أذي نغر النبي صلى الله عليه وسلم وسلو قال المعنى دي مال نغ إذا حلك نغ ستي دينس ويجاثين المشركين عن قريش يساد الوقفة سيد رب الخالق سبحانه وتعالى يعوض ضد خير وين يجادي بكلمة مكرمة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ندوي نريد جن كلام فض من سيد ربي أزدي عوض سيد ربي أكثر وينك نيجاكن تجيب كلام فض ما ربي سيد ربي أزدي عوض آخر وينك نيجاك نيا كان يدي قروش يحمي صلى الله عليه وسلم إذن صهيب بن سنان استقال المعنى ذي المال استقال المعنى ذي الشيء المهم أذي عش ذي نسيم والخزائن سيد ربي شرط وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ويغال صهيب بن سنان ذي المدينة المنورة يكمل ذي التجارين ويغال يسعى الشيدا قرحان أيث مثل ولا غد سيقرى باش أغفور الدنيا ولا غد سيقرى بلينا غد استعمر المادة ولا غد سيقرى بلينا نزز يخاف نقص الدنيا الدنيا أو نسعى ونسعى حاجة الجينة التي يجي يفغونا يقيم كنيسة يعجب يخدم يروح ندس يعجب يروح الملكة يروح الإنجليز يروح فرنسا يروح ولاش ندس تغنى الروح ولاش هو ندس ندا توخر للأجل أجل صغور سيد ربي الإنسان مهما يظل العمرينس ولا قرر ذي قبل سيد ربي سيد الفعلينس أذي خلصين يخدم ذي عدي ذي الحساب الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الذي نيد جبريل عليه السلام الذي قال أذي قال سيد ربي عيش ما شئت فإنك ميت عايشينك يا جلول ما قررت سمثل وحب من شئت فإنك مفارقه حمل منك يا جلول ما قررت فارقه واعمل ما شئت فإنك مجزيه به خمينك يا جلول ما قررت حاسب سيد ربي في الناس إذن في قصيدين أمثيقين في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا افغض ذي المدرسة لأن في محمد صلى الله عليه وسلم والجناد أذريد إذي تبنى من المريم ولينا قرام هذا شنو خارج وفريد اليوم يقال كمل يقول فريد سن أغيا وربي يقول فريد سبحان أغيا ربي ما هو فريديس وضع حشر ربي النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.